الرسالة واضحة عزيزي، يجب أن يفهم النظام التركي وإردوغان أن اليونان تحترم القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وخصيصا اتفاقية لوزان الموقعة مع تركيا في عام 1923 والاتفاقية الأخرى الموقعة في عام 1947. وأردت أن ترسل رسالة أن اليونان جاهزة ولديها الحق وفقا للقانون الدولي وبحسب خارطة الأمم المتحدة بفرض سيادتها على كامل أراضيها والدفاع عن حقها في السيادة وعدم التعرض لحدودها كما يشكك أردوغان، والذي تحدث من المفارقة أنه كان يتحدث البارحة في إزمير عند افتتاح العرض المناورات العسكرية للإنزال البحري في الجزر، وأكيد هنا يعني الجزر اليونانية، تحدث باللغة اليونانية وقال أنه لا يمزح. فاليونان ردت عليه عبر الناطق الرسمي اليوناني أن اللغة اليونانية هي لغة السلام وهي لغة الديمقراطية وهي لغة احترام القانون الدولي ويجب أن تستخدم بالطريقة الصحيحة. أردوغان يسعى إلى توتر هجين قد يحدث، أي حادث ساخن في القريب العاجل، إن شاء الله ما أكون يعني توقعاتي صحيحة، لكي يجبر اليونان للجلوس على طاولة المفاوضات وجها لوجه من دون تدخل قوى ثالثة. مع العلم أستاذ وليد يعني أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان هو الذي أوقف المفاوضات مع اليونان الأسبوع الماضي. نعم، أوقفها بحجة أنه يريد، هو قال وقال أن وهاجم مرة أخرى أول البارحة أول من أمس الرئيس الوزراء اليوناني أنه يريد أن يتحدث معه فقط، لا يريد أن يتدخل طرف ثالث في النزاع مع تركيا بين تركيا واليونان. اليونان تعترف بنزاع وحيد ألا هو ترسيم الحدود البحرية، أي المنطقة الاقتصادية الخالصة. نعم. والجرف القاري، وتستند على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية وتعول على هذا الدعم، والجالية اليونانية لديها لوبي قوي في في في, في الولايات المتحدة وتستطيع أن تسوق جيدا المصالح اليونانية، كما اليونان تعتمد على الدور الألماني الداعم لها وعلى الدور الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد المشكلة الأزمة الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا. فاليونان لديها القوة العسكرية التي تمنع أي احتكاك عسكري ممكن أن يقوم به أردوغان في المستقبل القريب، وتستطيع أن ترد، ولديها مفاجآت، لدي معلومات خاصة لا أستطيع أن أقولها عبر الهواء، لديها مفاجآت عسكرية في حال تجرأ النظام التركي في مهاجمة اليونان والتشكيك بسيادتها على جزرها في بحر إيجا. وما أزعج إضافة إلى ما ذكرت نعم إضافة إلى ما ذكرت أستاذ وليد بأن اليونان جاهزة ولديها القدرة على الصد عسكريا، هناك تعزيزات وإرسال معدات عسكرية من قبل الولايات المتحدة وأيضا من أوروبا وخاصة فرنسا، كل هذه التعزيزات العسكرية هل ستلجم أردوغان عن مخططات التوسعية أو سيغير مسلوب وسياسة النظام التركي؟ هذا تمني. أردوغان يحاول أن يصطاد في المياه العقرة، فهو كذلك انتقد يعني انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، ويريد مقابل انضمام الدولتين الأوروبيتين يريد أن يأخذ مكسب سياسي أو حسب المصالح التركية الذي يعتبر اللي يعبر عنها. فهو كما يفعل في سوريا كل يوم يهدد الأكراد في سوريا وسلامة الأراضي السورية، ويهدد أيضا في قبرص، ويهدد اليونان، ولكن يريد أن يستفيد بانشغال المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية الروسية، لربما قد يجبر اليونان للجلوس على طاولة المفاوضات، علما أنه لا يعترف هو ودولة أخرى في الشرق الأوسط إسرائيل بالقانون البحار. نعم. الذي ممكن أن ينحل الموضوع الخلافي بين كلا الدولتين بين اليونان وتركيا على هذا الأساس، ولكن أردوغان يريد الكثير من اليونان، وهذا ما لا يستطيع أحد من القياديين السياسيين سواء كان يمينيا أو يساريا أو متطرفا يساريا أو متطرفا قوميا أن يعطيه لتركيا، لأن الشعب اليوناني هو متوحد وراء قيادته السياسية وبمواجهة التطلعات التركية الإمبراطورية التي تعود منذ الاحتلال العثماني لليونان منذ 400 عام. أشكرك جزيل الشكر من اليونان وليد الياس، صحفي متخصص في الشؤون اليونانية وقضايا الشرق الأوسط.